أنا أبو محمد الخطيب من مخيم الكرم. تفاجأنا الساعة 12 في الليل إنه الجيش كان يحاول يفتح الباب، فأجا أخوي حسن بده يفتح الباب، أتأخر بس فش 10 دقائق عن فتحة الباب، قاموا بتفجير الباب بعبوة ودخلوا على البيت علينا، ويعني بطلق نار داخل الدار، وطلعوا على الطابق الثاني عندي وبلشوا يحشروا فينا في أول غرفة، بعدين ثاني مرة ردوا ضربوا خروع عبوة، طبشت الكزاز كل الدار، الدار يعني كلها راحت عندي أنا، ومثل ما أنتم شايفين يعني يا أخوان والله ما نعرف شو بدنا نعمل، هاينا مكركبين. فاتوا على الغرفة هاي وفاتوا على الغرفة الثانية، وكله مش عارفين يعني شو احنا سوينا، شو بنسوي، ليش هيك بيعملوا الناس، هم وضع في مناطق ثانية، بس مش لازم احنا يعني هيك يتخطفوا علينا وهذا ويقتلوا فينا. واقول لك والله العظيم اقسم بالله انا عندي اولاد ابني كانوا بيتين الليلة، اولاد صغار انهم استرسبوا، مرت ابني هذه هسه اخذها جوزها على المستشفى، تعبت الثاني، عندي مرتي عندها القلب، طب ليش الاعمال الوحشية بكون فيها؟ ما بصيرش هيك يا عمي، هاي مش حياة هاي، يعني احنا صابرين كثير والله العظيم صابرين، وحسبي الله ونعم. نادوا اول شيء على الباب، راح جوزي بده يفتح الباب، قاموا حطوا العبي اللي على الباب وراحوا هم لطريق ثاني ابعد عن الدار، اجى جوزي بده يفتح الباب قامت فكعت، يعني لو اشي بسيط فكعت فيه، ويعني فات على علينا البنات صارن يصيحن ويصرخن، كلنا حطونا انا واولادي وجوزي، اشي قسم منهم طلع دار سيلفي فوق، والقسم الثاني قاعد عندنا في غرفة الضيوف، عنا عشان كنا في غرفة وقعدونا، وصاروا يصيحوا علينا اللي مش الكلمة اللي مش عاجبتك خد غيرها، وعجبوا صاروا يحكي حكي بنحكاش، ويعني صاروا يسبوا ويغلطوا، وأجوا قالوا لنا كلكم هاتوا البلفونات، أعطناهم البلفونات، أخذوا هوية جوزي، أخذوا الهوية وأطلعونا كلنا فوق على دار سيلفي، أول شيء قعدونا في غرفة، وبعدين نكلونا على غرفة ثانية، وبعد ما نكلونا على الغرفة الثانية صاروا يحكوا حكي ما بينحكاش، وإحنا من الساعة 12 في الليل لهلكيت، يعني إن ما الناس ساعة طالعين وإحنا بالإهانات وبالمسبات، والحمد لله رب العالمين، شو بدي أحكي أزياد، واللهم صل على سيدنا محمد، ويعني وابني كل ساعة هم، وأنا مريضة، أنا مرة تعبانة، أنا عندي القلب، كل ما بدي أروح على الحمام ممنوع ولازم تستأذني، وبعد ربع ساعة يعطوك مجال تروح على الحمام، أنا وولادي كلنا ودار سلفي مش عارفين نروح على الحمام، ولا عارفين نطلع، ولا عارفين نتحرك، ولا عارفين نتنفس، ابن سلفي صغير مش سامحين له إنه يتنفس، ويصيروا يصيحوا علينا ويصرخوا علينا، ومش عارف شو بدي أعمل، يعني مش عارفين شو بدنا نحكي. الحمد لله رب العالمين، بالمال ولا بالعيال، والحمد لله. طبعا اللي دخلوها علينا دخلي كانت كثير قويه، كثير حاميه، يعني كانه في عندنا متفجرات، عندنا اسلحه، يعني بصراحه يعني مش كانه انت جاي نقطه في دار او قناص تحطها. اول شيء حطوا القنبله وراحوا ابعدوا شويه على سبه انه عدوا للخمسه وهم بيضحكوا واحنا سامعينهم، تنها انفجرت هالدنيا، ولعت هالدنيا، صارت زي الرماد، انت بتحكي على طابقين. طبعا الحمد لله احنا ما بنبكي ولا زعلانين على اي مال، الحمد لله. المهم الشباب طبعا اجوا عندنا، فاول شيء دخلوا عند دار عمي شوي، يعني الله ستره لما فقعت القنبله على اساس هو رايح بده يفتح الباب، يعني الله ستره لو شوي يعني كان راح فيها. بعدين ما سحبوا حالهم طلعوا عندنا فوق داشعين، وين شباب، وين الشباب، بدهم شباب، قلت لهم فيش لا غير هالخطيار والولاد الصغار. انا جيتهم بالصوت القوي بصراحه، يعني لما شفتهم هم داخلين علينا في قناصات مكحشين، يعني داخلين موت علينا كانوا، انا بقول لهم فيش الا ستات واطفال صغار عندنا، انا اخوي كان في الدوام، ابن اختي كان برضه الثاني في شغله، ما كان اي شباب عندنا في الدار بصراحه، يعني فوتتهم تفجيراتهم الرصاص اللي في الدار، التخريب،
طيب الدمار اللي صار هذا الشغل كله هيتو يعني انه ايش هي حرب نفسية حرب يعني كيف بدي احكي لك على يعني حتى مدنيين يعني احنا بالنسبة لنا شو يعني درجة انهم حتى تفششوا بصورة اسير انا اخوي اسير محمد الخطيب يعني ضايل له شهرين وبيطلع يعني اقول لك روح شوف الصور بعيد عنك بالحمام زادتين صور وبيغسروا فيها الغسالة التلاجة ما خلوا اشي نهائيا مكانه يعني اقول لك ما عز عبان عز على بالي صور انا اخوي دشرك من كل الدمار اللي صار بعدين اسمع كلامهم ردة فعلهم معنا يعني اسئلتهم إنا يعني اسئله يعني زي تقول انهم فعلا مغلولين يعني بيجي بقول لك انا هذا التلفون طب تلفون مرمي خربان مش لاي انسان انت اي اساس جاي بتقول لي من وين جاب ولد صغير بك يلعب فيه لا بتكيش انا باخذ روح ودي مرتك ودي اولادك تعال لا انا زي تحت التهديد لا انا هسه ساعه بجيب قراره مثلا ابنك 21 سنه ايش يا مع حجر هسه بروح بجيب قراره طب على ايش على ايش كل هذا اللي بيصير يعني تهديدات من بهدله لهذا لضرب لهذا لا يعني اللي صار بصراحه سياسه تعنيف مش طبيعيه